وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، وكلنا نعرف رشا قد اليوم الابتسامة والحفاظ على صحة الأسنان هي من أكثر الأمور يلي بتشغل كثير من الناس، إن كان من الناحية الوظيفية أو حتى الجمالية. واليوم نتيجة التطورات التكنولوجية الكثيرة وبالطب وتحديدا بطب الأسنان، في عنا صار علاجات عديدة بتناسب كل الحالات، ولكن بيبقى السؤال نحن أيمت بنلجأ للطبيب وكل أيمت وأيمت لازم نشيك على صحة أسنان، وقد اليوم بتأثر الأدوية والأمراض الجهازية على صحة الأسنان؟ تفاصيل كتير رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الدكتورة ديانا إخبيق، اختصاصية في طب وتجميل الأسنان. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. كل يعطنا هيك منحب يكون عنا ابتسامة حلوة، صحيح. ما عنا وجع بأسناننا، يكون يعني دائما عم نمشي مع أي طارئ بالفكين عند الطبيب بشكل مباشر، ولكن احنا دائما معروف علينا نحن مرور بالحالة الإسعافية عند طبيب الأسنان. ليش أول شيء؟ ليش الناس ما بشكل عام في فوبيا عند جميع الأشخاص من طبيب الأسنان، ودائما عيادة الأسنان هي حيصير فيها ألم عند المريض من تخدير للعلاج، أصوات الأدوات اللي نحن بنستخدمها. مبرر اليوم هاي الفوبيا دكتورة؟ إيه ممكن يكون مبرر هذا الشيء، وخاصة بتلاقي الأشخاص من عمر صغير صارت عندهم هاي المشكلة، كان عندهم تجربة سيئة مع أحد الأطباء فبصير عندهم هذا الرهاب. طيب خلينا نروح للخطوات الصحيحة اليوم بعلاج الأسنان. اليوم من خبرتك ومريضك، يعني عندك مريض، شو أهم الخطوات اللي بتتبعيها معه يعني تدريجيا؟ خلينا نقول هلأ دائما بنقول أهم الخطوات بالعلاج الصحيح للأسنان هي بتبلش من عند المريض، لأنه أنا إذا عندي مراجعة أو مريض ما اهتم هو من عنده يعني بمنزله بالتقنيات البسيطة اللي هي فرشاة الأسنان، خيوط الأسنان، المضامد، إذا ما هي بلشت من عنده فأنا يعني بتكون بقى مساعدتي قليلة. طيب خلينا نوضح أكثر ونحكي شو هي الالتهابات اللي نحن اليوم بحاجة لحتى نعالجها من بداية كرمال ما تأثر بشكل سلبي بعدين على صحة الأسنان. هلأ غالباً أي التهاب بيكون بالفم نحن لازم نبلش بعلاجه، يعني سواء كانت عنا التهابات العلاقة بلثة الأسنان، التهابات لثوية، التهابات عظمية، أي التهاب أنا يعني مو معقول مثلاً بلش أعمل معالجات سنية مثلاً أو أعمل هوليوود سمايل أو أعمل تركيبات بالأسنان ويكون مثلاً عندي التهاب باللثة، أنا إذا بلشت وهيك عالجت طبعاً ممكن ينتشر الالتهاب، فأنا أول شيء بخلص القصص الأساسية بعدين بقى بنتقل لباقي الأمور. طب اليوم خلينا نحكي، ذكرنا ببداية حديثنا أنه مفروض يكون هاي الفوبيا تروح ولكن بيكون متعرض لموقف سلبي بقي بالذاكرة. نحكي عن المراجعات الدورية لطبيب الأسنان، حتى اليوم لو أنا ما بعاني من أي شيء بأسناني ايضا المهم انا اروح وشيك واعرف انه انا بجوز بدايه النخر ما بتبين لحتى يكون يعني تاكل الدرس او السن. قد ايه مهم اليوم الطبيب الاسنان ودائما احنا نشيك عنده؟ اكيد لازم يكون في عندنا مراجعه دوريه لطبيب الاسنان، تقريبا فينا نقول المده من 4 إلى 6 أشهر اذا كان عندي المريض ما بيعاني من اي شيء، يعني مثلا انا لنفترض مريض عندي عنده سكر، عنده ارتفاع بسكر الدم، هذا اكيد ما بيراجعني كل 6 أشهر. ليه؟ هذا لانه اكيد مثلا مرض السكري حيأثر عليه، يعني بيكون دائما في عنده كل 3 شهور لازم يعمل عمليه تقليح تجريف باللثه، بيكون عنده في زياده بالنخور، بيكون عنده مشاكل، فهذا اكيد ما بيراجعني كل 6 أشهر، يعني كبروتوكول عام كل 6 أشهر لازم يراجع المريض السليم يلي ما عنده شيء، اما مرضى عندهم أمراض تانية ممكن تأثر على صحة الفم لا هدول بنقول كل 3 أشهر أو يضلوا على تواصل دائم مع طبيب الأسنان. تمام. واليوم كثير من الناس متعرضة أكيد وبتعاني من الأمراض المزمنة بحياتها، وأكيد هي بتلجأ لنظام أدوية معين منتظمة فيهم بشكل أساسي، هي الأدوية اليوم قديش بتأثر على صحة الأسنان؟ قديش في إلى آثار جانبية؟ خلينا نوضح. هلأ في كثير عندي أدوية
في كثير عندي امراض جهازيه بتلاقي تاثيرها كثير واضح بالفم، يعني حتى بتلاقي مثلا في عندك امراض انت مين بيكشفها اول واحد؟ طبيب الاسنان. يعني بتلاقي بيكشفها مثلا انا ممكن يجيني مريض لاقي رائحه الفم عنده غريبه، لاقي عنده قلح وتكلسات كثير زياده على المريض الطبيعي، فورا بروح بقول له روح حلل سكر الدم عندك مثلا، انا بكتشف انه معه مرض سكري. هلا في عندك مثلا الادويه اللي ممكن تاثر، هلا مثل عندك المضادات الحيويه اغلب العالم ما بتعرف انه هي ممكن تاثر على صحه الاسنان، لا هي كثير ممكن تاثر على صحه الاسنان. ممكن تلاقي الشخص اسنانه صفر، هو مثلا ما بيعرف ليه اسنانه فيها تبقعات صفراء او تبقعات لونها بني، هو ما بيعرف شو السبب، هو لانه وقت كان صغير اخذ مثلا مضادات حيويه. حتى مثلا ممكن عندك الفلورايد قد ايه هو مثلا ماده مهمه، هي موجوده بمعجين الاسنان، هي حتى بماء الشرب موجوده بس بكميات خفيفه، اذا زادت عند حدها كمان هي ممكن تعمل مشاكل بالاسنان. كمان في عندك مثلا انا عندي مريض ضغط، اكيد هو بياخذ ادويه لخفض ضغط الدم مثل المدررات البوليه، هذا ممكن شيء كثير ياثر على صحه الفم والاسنان. ممكن مثلا عندك في ادويه لنفترض ادويه مضاده للكآبه، هي ممكن تاثر على الغدد اللعابيه، تعمل نقص بافراز الغدد اللعابيه، نقص افراز اللعاب بيزيد من النخورات، يعني كل دواء ممكن تلاقي في عند في سايد افكت، في اثر جانبي على صحه الفم، سواء لثه سواء اسنان سواء العظام حول الاسنان كلها لها تاثير. طيب اليوم دائما بيلفت نظرنا وقت اللي بنفوت نحن على عياده الطبيب التجهيز العيادي، النظافه، التعقيم، وبنقول لبعضنا ممكن نقول لهايدي انه انا رحت على طبيب كثير كان النظافه مبينه والعكس صحيح. يعني خلينا نروح على موضوع المظاهر، اليوم في جراثيم عم تنتقل من خلال الادوات من خلال المعدات، قد ايه اليوم المهم ايضا الطبيب يهتم بهي الناحيه، يعني كان مشان المرضى والنظره الاولى اللي نحن بناخذها عن اي عياده بنفوتها، وثاني شيء مشان الوضع الصحي اكيد. يعني اكيد طبعا، لانه فيك تقولي انه عياده طبيب الاسنان مثلا بتخلى كذا مريض باليوم، والطبيب هو على تماس تام مع المريض، يعني على تماس مع التجويف الفموي، ممكن يجي شيء من اللعاب على احد الادوات، ممكن على كرسي الاسنان. طبعا اكيد لازم تكون العقامه 100% وبلوى اكثر. اكيد في عندي مثلا انا ادواتي بتكون استخدام لمره واحده لكل مريض له اداه معينه بعدين بنتخلص منها. في ادوات اكيد تتعرض للتعقيم بحراره كثير عاليه اكيد، لانه بعياده الاسنان كثير ممكن ينتقل امراض. طيب خلينا نحكي عن فئة الأطفال وتحديدا موضوع تسوس الأسنان، نوضح عن أسبابه وكيف نحن بنقدر نعالجه من بداياته كرمال ما يأثر لبعدين عند الأطفال. هلأ غالبا أكيد فينا نقول السبب الأساسي اللي منشوفه يعني عند عامة الأطفال هو كثرة تناول الحلويات، أكيد هي أكثر شيء بيعمل تسوسات بالأسنان، والمعتقد الخاطئ لأنه هذا سن مؤقت فنحن ما حنهتم فيه، ما رح نروح نعالجه عن طبيب الأسنان ونتكلف عليه لأنه بكرة حيبدله ويطلع له سن دائم. تمام. أكيد هاي المعتقدات الخاطئة. ممكن فينا نقول في أمراض بتأثر على صحة الأسنان، يعني مثلا طفل عنده نقص كالسيوم أكيد رح تتأثر أسنانه، رح تكون الأسنان هشة. مريض عنده نقص بالحديد، نقص فيتامين B12 أكيد حيصير في عنده التهابات لثوية، أكيد هاي القصص كتير موجودة. طيب خلينا نحكي كونك ذكرتي الأطفال، وأحيانا بنشوف طفل قد ما كنتي عم تعتني فيه ولكن عنده مشاكل بالأسنان، بتاخذيه على الطبيب بيقول لك البنية ضعيفة عنده أو العامل الوراثي عم يلعب دور كبير بموضوع الصحة الفموية، هل نحن اليوم قادرين بعمر صغير نقوي هي البنية أو لا خلاص يعني مثل ما خلق هذا الطفل؟ طبعا نحن قادرين، يعني هلا اكيد في عنا امراض يعني انا مستحيل اني اقدر اعالج السبب، مثل في عندك مريض بيكون عنده نقص بالنمو،
قزامه، عنده مشكله بالغده النخاميه، هي هون بيكون مثلا عنده قله بعدد الاسنان، تشوهات باشكالها، يعني هون في عندك بقى صعب انك ترجعي للوضع الطبيعي. بس لنفترض انا مريض عندي في عنده نقص بالكالسيوم بالجسم، اكيد انا بعوض له، يعني انا بعالج السبب لتكون عندي النتيجه صح. اليوم بتلاقي ابتسامه هوليود هي حلم لكل الصبايا والسيدات والشباب اكيد، فبتلاقي اليوم نتيجه العلاجات التجميليه الكثيره إن كانت زيركون، فينير، لومينير، هي العلاجات العديدة قدي موجودة، وقدي اليوم بتلاقي كتير من الأشخاص بيقولوا لك أنه مثلا فلاني عملت هيك فينير أنا خلص بدي ساوي مثلها. طب قدي هذا الشيء غلط وممكن أنا يناسبني ما يناسب غيري، فقدي الدكتور هون لازم يكون حريص على هذا الموضوع ويختار لكل شخص شو اللي بيناسب حالته. أكيد أهم شيء الدكتور يكون موعي مريضه أنه مثلاً ممكن أنا يجيني مريض أسنانه حلوة ما فيها شيء، ممكن أنا أقول له أنت بحاجة تقويم أسنان وتبييض، ما في داعي نحن أكيد نحن وقتنا نعمل هوليوود سمايل بدي أبرد أنا من طبقة المينا، فحرام مثلاً إذا أنت هلا أكيد في حالات أكيد استتبابة مثلاً أكيد. إني أنا أعمل فينيرز أو زيركون تيجان زيركون بس اللي مو استتبابة أكيد الطبيب لازم ينصح المريض، لانه ما في شيء انت ممكن تعمليه الا بده يكون له اثر جانبي، حيكون في سلبيات مثل ما في ايجابيات، يعني اكيد هذا الشيء. طيب كونه رحنا لموضوع الاجراءات التجميليه ايضا، هي خلينا نقول من خلينا نقول انه نحن عندنا خطوات فيما بعد، مثل نحن ما بنتعامل مع الاسنان الطبيعيه بالنظافه في التشريك الدوري، ايضا اليوم الخطوات التجميليه بحاجه لعياده طبيب كل 6 شهور كمان. ايه طبعا كل 6 شهور اكيد لازم الطبيب يعمل تشيك اب على الاسنان، يشوف اهم شيء حاله اللثه مع الاسنان، هل في اي التهابات، لانه مثلا انا ركبت التيجان او الفينيرز على اللثه ممكن انا يبين معي الوضع تمام، بس اذا راجعني المريض بعد 6 شهور لاقي انه لا في مشاكل، مثلا هي الفينيرات عملت مشاكل لثويه، ممكن نضطر لاستبدالها، ممكن نعمل تنظيف لثه، ممكن يكون في طريقه خاطئه عم يستخدمها المريض، ممكن مثلا ما عم يعمل تنظيف بالخيوط البين سنيه، اكيد لازم. طيب بالختام خلينا نعطي نصائح للحفاظ على صحه الاسنان وتحديدا كمان للاهالي لحتى يحفزوا ويشجعوا اطفالهم بالبيت لحتى كل يوم يفرشوا اسنانهم، قد ايه لازم اليوم الفرشايه تكون موجوده مشان يحافظوا على اسنانهم وما يصير عندهم مشاكل للمستقبل. اكيد طبعا مثل ما حكينا اول شيء انه الاهم خطوه بخطوات المعالجه الصحيحه هي انه بتبلش من عند الشخص نفسه، انه هو يكون مهتم بصحه اسنانه، انه هو يكون حكيم نفسه، يعني هو يكون حاطط في عنده خطه عنايه، يعني انا مثلا عندي فرش اسناني مرتين بالنهار او بعد كل وجبه طعام، انا طفلي مثلا بدي اعلمه من عمر معين انه هو لازم يتابع بفرشات الاسنان، واكيد اهم شيء الزياره تبع طبيب الاسنان المتكرره. اكيد نحن بدورنا بدنا نشكر صباحك على الابتسامه الحلوه هيك، ودائما نحن بنقول الوقاية خير من العلاج، والكشف الدوري يمكن هو بيوفر رحله كثير كبيره ان كان على المريض او حتى على الطبيب. شكرا لحضورك اليوم، يومك حلو. شكرا لكم. اكيد بالختام الدكتوره ديانا اقبيق اختصاصيه في طب وتجميل الاسنان، اهلا وسهلا دكتوره، شكرا لك حبيبتي، شكرا لكم.